أزل عام 2016 ستاره على مشهد يختلف كثيراً عن مشهد العام السابق في اليمن، إذ أصبحت المناطق المحررة تشكل نصف محافظات الجمهورية على مساحة جغرافية تشكل أكثر من 70% من التراب الوطني. ينتهي العام في ظل تواجد ملحوظ لقيادة الدولة في المناطق المحررة يتنقلون بين مدنها بشكل ديناميكي واضح بهدف تثبيت حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها. اللي انتقل هو قيادة البنك المركزي، لكن لم تنتقل. إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة من أجل استعادة الدولة، كان أبرزها عملية نقل البنك المركزي وتفعيل عمله من العاصمة عدن، وعودة الرئاسة والحكومة لممارسة عملهما من الداخل، وفرض الأمن إلى حد كبير في المناطق المحررة. في موازاة تلك الخطوات ما زال هناك العديد من الملفات العالقة، على رأسها ملف الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصحة وتعليم. متابعون يقولون إن من أهم أدوات الحرب التي تدور حالياً بين الحكومة الشرعية والإنقلابيين قيام الحكومة بتقديم نموذج مثالي في العاصمة عدن والمدن المحررة، والذي من شأنه إبراز الفرق الجوهري للمواطن اليمني بين حكم الدولة وحكم الميليشيا. معركة ترسيخ مداميك الدولة وتطبيع الحياة المدنية في المدن المحررة لا تقل أهمية عن معركة التحرير العسكرية التي تدور رحاها اليوم في أكثر من جبهة. الرئيس هادي وحكومته اليوم يجدون أنفسهم أكثر من أي وقت مضى أمام تحد تاريخي في تأسيس ملامح الدولة الاتحادية التي توافق عليها اليمنيون، وعنوانها الأبرز التقاسم العادل للسلطة والثروة وانتهاء عصر هيمنة العصبة المناطقية أو الحزبية أو المذهبية. عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية.